كرة في التماس، حباسي يلعب كرة بسرعة في اتجاه منى الحبوبي. حبوبي داخل منطقة العمليات. ماذا يقول الحكم؟ ركلة جزاء. ركلة جزاء لفيت النادي الأهلي الصفاقسي. الحبوبي يتعرض للعرقلة والحكم لا يتردد في إعلان ركلة جزاء لفيت النادي الأهلي الصفاقسي. كرة لعبت بسرعة من التماس من الحباسي. كان تو تشاهدوا أمامنا أكيد تو تشاهدوا الإعادة. كرة لعبت بسرعة في غفلة من دفاعات الكناوية. أمين الله الحبوبي في انطلاقته يتعرض للعرقلة والحكم يعلن عن ركلة جزاء لفتى النادي الأهلي الصفاقسي. هيا أمامنا الإعادة. تدخل من اللاعب رقم 25 بهاء الدين الابراهيمي. وضربة جزاء لفائدة النادي الرياضي الصفاقسي. على إغرام في التنفيذ. على إغرام وجه لوجه مع محمد زياد الشبالي. لمن ستكون الكلمة؟ على إغرام أم زياد الشبالي؟ زياد الشبالي أم على إغرام؟ يتقدم على إغرام، يتقدم والهدف الأول. هدف أول للنادي الرياضي الصفاقسي عن طريق على إغرام من ركلة جزاء. افتتاح باب التسجيل من على إغرام من نقطة الجزاء. 1-0 للنادي الرياضي الصفاقسي. هدف للصفر لفائدة النادي الرياضي الصفاقسي. التوقيع على إغرام من علامة